استقبل ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزه، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. ومن المقرر أن يشارك بلينكين في اجتماع وزاري يعقده مجلس التعاون الخليجي، كما سيشارك غدا الخميس في اجتماع للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش يعقد في الرياض.